وظهور لعائلة باسم يوسف بعد تعرضهم للتهديد في فلسطين، ما حصل معهم أبكى الملايين. Temporarily, wink wink, until we build Gaza again and then we invite you back. أحلى، يعني عبط إحنا. تصدر اسم الكوميديا والإعلام المصري باسم يوسف مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقابلته مع الإعلام الأجنبي بيرس مورغان، بالإضافة لتفاصيل جديدة عن وضع عائلة زوجته في فلسطين. إذا اعتبر البعض أن عائلة زوجته في خطر، خاصة أنه خلال مقابلة تحدث عن تعرضهم للتهديد جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأحداث الأخيرة. By the way, my wife's family is all right, and they sent us a house. It's bombed. It's beautiful. وتحدث حينها بسخرية عن تجاهل بعض الإعلام الغربي للواقع قائلا بيتهم سيكون ملائما لعيد الهالوين. وبعد الضجة التي أحدثتها المقابلة الأخيرة وحصدها ملايين المشاهدات، أعلن بيرس مورغان أنه بصدد استضافة باسم يوسف مجددا في برنامجه Uncensored بلا رقابة. وكتب مورغان عبر منصة إكس 15 مليون مشاهدة الآن لمقابلتي مع باسم يوسف، ما يجعلها المقابلة أكثر مشاهدة التي قمت بها منذ انطلاق برنامج بلا رقابة. وردا على تعليق للصحافي البريطاني سامح حبيب طالب فيه بعرض آخر على أن يتم منح يوسف وقتا أكبر، قال مورغان: نعم، نحن نعمل على ذلك.